وين موجوده دائما بالمناطق الفقيره، التروبيكال سب تروبيكال رورال ديزيز، يعني المناطق النائيه او المناطق غير المتحضره، وير ذا سويل از شيدد اند مويست، يعني لازم عندي تربه وعندي قريه وعندي اشجار ورطوبه ويجوزون حولها، ممكن كلها تساعد على نشر الطفيلي. Factors that maintain hookworm infection in population اللي هو infected individual who defecate on soil، مثلا ظلمة شجرة سوى defecation على أو خلى الاستول على التربة، الشخص سوى لنا تلوث، هاي البيوض راح تطلع غير مخصبة، واضح تحتاج لبعض الحرارة والرطوبة حتى تتخصب وتطلع اللارفا ماله، واضح هاي اللارفا ممكن تسبب لنا الإصابة للشخص الآخر. Shaded sandy soil, which is بس على سلايد 7, which is suitable medium for larva survival. أكيد التربة اللي هي مظللة نقول عليها والwarm climate, poor يعني ignorant population, المجتمعات بس مشي السلايد بلنا حتى يطلع عندكم. كلها تساعد على نشر الفيروس او نشر الطفيلي او تكاثر الطفيلي، واضح، او حمايه بقاء الطفيلي، سميناها الرطوبه والتغوط في المناطق الرطبه واللي بها تربه والبور انفايرمنت وبور، واضح عندنا والignorant population. عبد الرحمن بالله بس مشي السلايد معك، تسمعني؟ تقريبا 500 مليون person in the world are still infected annually by these two parasites. الانكلستوما هذا شكله بيها عند mouth بيها عند teeth، واضح. الادلت worm are found in the لحظة بس افتح الباب بس دقيقة. اوكي طلاب منو عمل شير؟ من يسمعني؟ نعم دكتور. منو يعمل شير؟ اشعطى راح الشير، كان عبد الرحمن السعد يعمل الشير دكتور، ما موجود الشير ماله، حتى شعونه طلع واضح يمكن؟ لا دكتور يمكن فصل عند النت. صح النت دكتور. يلا نكمل. بس على الواحد تتصلون بينه خليه يعمل نشير. الورم found in the small intestine مثل ما ذكرنا attached by buccal capsule to the mucosa of upper or of small intestine. ومثل ما ذكرنا disease also reported in Mosul أو in Iraq area available in tropical and subtropical اللي هي يعني especially in the rural area يعني بها warm وبها ساندي اريا ممكن كلها تساعد على نشر الطفيلي. هاي الانكلستوما ديودنالي بها شكلها يختلف عن النيكاتور امريكاناس اللي هي بها تيث. سلايد 9 بالله. بها تو بير اوف كيرف تيث اون ذا فنترال وول اوف بكال كابسول، واضح حتى يحاول يشبث نفسه بال ايه هذا السلايد. الفيميل اكيد شويه اطول من الميل وبينه بها مثل الامبريلا شيب بورصه البوستيريال اند، واضح حتى نفرقها ممكن عن النوعيه الاخرى اللي هي بها تكون مدببه. نيكاتور امريكانس حجمه اصغر من انكلستوما ديودينالي وما عنده تيث مثل ما موجود بالماوث ماله، عنده pair of انزل جوه بعد سلايد 12
of cutting plate on the ventral wall of the buccal capsule. واضح؟ هناك تكلمنا عليه انه هاي الخلفيه مال الميل. عندنا left picture الكابيلاتري بورسا اند سباين اوف ذا نيكاتور امريكانوس، وهذه مال انكلستوما ديودينالي، هاي سميناها مثل اشعاع الامبريلا او مثل الريبز مال الامبريلا. واضح؟ موجود بالسلايد. واضح؟ فروقات. فهذا جدول الفروقات وبعض الفروقات الرئيسيه، مثلا الحجم، مثلا الشكل، مثلا الماوث، الكابيولاتري سبيكيول، يعني بعض الشغلات اللي تقراها. ما راح يجينا مثلا شلون الفرق بين هاي وبين هاي، ولكن يعني تطلعون عليه. اوكي، البيوض راح تطلع لنا مثل الخلايا داخل البيوض، شلون قطع العجين داخل الصينية عنده فجوة أو مجال بين الغلاف وبين هذا، يعني easy to diagnose under the microscope. Oval أو oval with an empty space between the shell and content. هذه colorless and transparent. واضح؟ تقريبا 4 إلى 8 cell unembryonated. راح يطلع لنا 4 أو 5 قطع داخل الغلاف، ويطلعون ان امبريونيتد يعني مو انفكشس، بعدين يتحولون خارجيا الى انفكشس. اما تشور ايج باس ان ذا فيسز تقريبا 20,000 بحدود 15 إلى 20,000 بيضه بير داي تخرج من مع الاسطول. حقيقه صعبه جدا التفرقه بين بيوض الانكلستوما وال يسمونه الانكلستوما والنيكاتور امريكانس، التفريق بين البيوض ماله صعبه جدا. هاي الانواع او الصوره، هاي راح تشوف الصوره اللي هي الانكلستوما ديودينالي والنيكاتور امريكانس، هذه النوعيتين الرئيسيتين اللي عندنا. واما البقيه اللي يريد يطلع عليها هم يطلع، بس احنا ما راح ناخذها لان ذيك البقيه بيطريه هي اكثر مما هي ل تنتقل الى هيومن، ولكن هي بالبيطره يركزون عليها اكثر مما في النوعيتين اللي ناخذهم. نجي على اللايف سايكل. اكيد البيوض راح تخرج مع الستول اوتسايد اوفال ان شيب هاف ثين ترانسبيرنت شيل، تطلع لنا باس خارجيا خارج جسم الانسان مع الستول على شكل خلايا مثل ما ذكرنا داخل الغلاف، 4 إلى 8 خلايا. بعدين after several hours of being passed، بعد عدة ساعات راح يصير عندنا multi cell stage، راح يصير تتقسم أو تنسلخ الخلايا حتى ينتج لنا الرابديتي فور. واضح؟ لاربا. هذا من يصير تتكون الرابديتي يصير تفقيس للبيض، normally hatch out in the soil and become، من يصير تفقيس خارجي يعني نضجت البيوض تحولت الى رابديتي فورم، فقست البيوض طلع لنا الفيلاريفورم. هاي الفيلاريفورم سميناه الانفكتيف ستيج مال الطفيل. هذا الفيلاريفورم راح يسوي لنا بنتريشن، يعني تشوفون كثير طفيليات عندنا مشابهه يعني طريقه التكاثر او طريقه اللايف سايكل ماله. واضح؟ لهذا ليش نقول احنا نلخص اسم الطفيلي والانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج واللايف سايكل، نحاول نلخصها احنا بطريقتنا. الفيلاريفورم لارفا بنتريت ذا سكن اند فاي ذا سيركيليشن انتر ذا لنج. واضح؟ عن طريق الجهاز التنفسي راح تدخل لنا اللنج، وبعدين تتشبث وتدخل لنا الى تريكيا وسولد باك تو ذا ماتشور، وبعدين ريتش ذا سمول انتستين حتى يتكون لنا الميل والفيميل او الماتشور. ان ذا سمول انتستين از اتاتش باي ذا باكال كابسول اللي بها تيث، أو عندنا cutting plate اللي تكلمنا عليها. Human is the principal host. The egg pass in the feces develop in the soil until formation of to the infective third larvae اللي هو filariform larvae. سهل جدا. خرجت لنا البيوض، البيوض مقسمة إلى 4 أو 8 سيل أو خلايا، البيوض يصير بها انسلاخ، بعدين تكوين الرابديتي فورم، بعدين يصير تفقيس للبيوض، تطلع لنا الانفكتيف فورم.
واضح، اللي هي مسؤوله عن الاصابه راح تدخل لنا ممكن عن طريق التلوث، عن طريق الماوث او عن طريق السكن، ودخلت عن طريق السكن راح تروح الى الجهاز التنفسي ياخذ البلاد، بعدين تدخل لنا الى الجي اي تي حتى يتكون لنا الادلت، وتبدا تستمر تعاد اللايف سايكل، والادلت ينتجون الاف البيوض يوميا وتخرج البيوض مع الجي اي تي. واضح؟ وهاي شكل الادلت انسايد ذا ميوكوزا اوف سمول انتستين. واضح؟ هاي شكلهم. الكلينيكال مانيفستيشن، ذا كلينيكال اسبيكت، يعني تشوفون الطفيليات اسهل من كثير من الفيروسات او البكتيريولوجيا، يعني ممكن تقراها يعني سهل جدا، وانت ممكن تركب اسئله على الموضوع، يعني هم سهل جدا. واضح؟ ذا كلينيكال اسبيكت اوف هوكورم انفكشن ماي بي كلاسيفايد تو بي to those due to skin lesion, larva migration, external infection. فأنا عندي ممكن عن طريق السكن، أو ممكن عندي larva migration من respiratory system إلى digestive system، أو عندي external infection وتكاثر الميل مع الفيميل داخل الجي اي تي أو داخل small intestine. The infection إذا من السكن دخلت أكيد راح تعمل لي itching و burning sensation، وممكن pruritus، ممكن pulmonary reaction. واضح؟ عندنا ممكن السيمتومز ما تبين عندي حتى تبدا تتكاثر داخل الجي اي تي وتكثر اعدادها، تسبب لي انيميا. واضح؟ سيمتومز يوجوالي ديو تو ديفلوبمنت اوف انسيت اوف انيميا. واضح؟ مثل ما ذكرنا تقريبا ربع سي سي الى 300 مايكروليت ممكن تمتص يوميا خلال 24 ساعه، ممكن نصف الكميه من الار بي سي يصير فيها هيمولايتس وتتكسر. واضح؟ وممكن يستمر او يبقى داخل الجسم، يعني الانفكشن او الميل والفيما او الادلت من 6 الى 8 years داخل الجسم، واكيد راح تسبب لي مايكروسيتيك، يعني للار بي سي، يعني تشوف شكل الار بي سي او حجم الار بي سي اصغر من الطبيعي، يعني النمبر مو النمبر الشيب مال الار بي سي از سمولر ذان ذا نورمال، وينصبغ يعني هايبر وهايبو كروميك انيميا، يعني الصبغه تصير بيل او تصير زياده بالصبغه للكريات الدم الحمراء اوف ايرون ديفيشنسي هايبو المفروض اوف ايرون ديفيشنسي تايب. واضح؟ ذا انيميا ديو تو ذا كونتينوس لوس اوف بلاد. الباثولوجي and symptomatology are potential to the number of worms. إذا عندي أعداد كبيرة من الورم أكيد راح يصير عندي iron deficiency, dizziness, weakness, anorexia. ليش راح يعني تستهلك كل الحديد اللي عندي، تدمر كل كريات الدم الحمراء، الجسم يتحول إلى anemic, pale, يعني loss of appetite، فقدان شهية، الدوخه، يعني شلون ابو صفار يصير بي الجسم كله due to highly sucking of blood by the worm.
الو الو اسمعوني؟ نسمعك دكتور. العفو جتني مكالمه والله من الكليه. مو مشكله دكتور. اوكي. ف هيفي انفكتد تشيلدرن هسه بسلايد 24 احنا maybe physically mentally sexually retarded يعني راح يصير بيها مشاكل عده مشاكل يعني الطفل يعني يصير بيها retardation او تخلف او ضعف او واضح اذا كان عندي heavy infected ولكن عاده هي ما تصل الى هاي المرحله والمصطلح اللي هي ممكن نسميها الجراوند اتش as the soil contact اللي هو انت عنده كونتاكت مع التربه in the early infection xenophilia are marked the stool may contain blood massive migration of larva may cause pneumonitis when the larva penetrate the skin they produce maculopapules اللي تكلمنا عليه سكراش maculopapules اذا من السكن and localized erythema itching is severe is known as ground itch يعني الجراوند ايتش اللي هو خاصه منطقه دخول اللارفا من السكن من 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 كثره الايتشنج فيسموه جراوند ايتش ديزيز او جراوند ايتش باراسايت اللي سببها الانكلستوما والنيكاتور امريكانس. واضح؟ الدياجنوزز عن طريق كشف البيوض بالستول. واضح ستول اكزامينيشن. واضح بعده طرق اللي هو مثلا فلوتيشن تكنيك دايركت فيكال سمير كلتشر اوف لارفي ممكن تساعد على الكشف على هذا. كميه الهيموغلوبين از لوور ذان نورمال. واضح شكل الار بي سي صبغه الار بي سي كلها ممكن اذا دخلناها بالدياجنوزز ممكن تساعد لنا. الانيميك على البيشنت النوزيا فوميتينج مو فوميتينج يعني التعب والهزال و دايزنيس و لوس اوف ابيتايت كلها تشارك في الدياجنوزز مع الطفيلي. ولكن اهم شيء اللي هو خلينا نقول الانيميا والماكروسيتيك اللي هو سميناه النمبر او الشيب او مو النمبر الحجم لا الار بي سي سمولر فيري سمولر ذان نورمال مثل النقاط تشوف الحجم البقيه اكبر بالنورمال. واضح للتشخيص التريتمنت كله معظم هذه الطفيليات مع الفصل الثاني عندنا البندازول والميبندازول فيمبندازول بندازول فاميلي البريفنشن اند كنترول بيرسونال هايجين واشينج اوف فيجيتابل تريتمنت اوف انفكتد انديفيديوال ال disposal or يعني covering all human fecal wastes. واضح wearing shoes wearing gloves if you are dealing with the ground infected أو 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 there is a stool على ال ground ما يصير نحن نمسك ال ground حتى لين ممكن هيك نضجت البيوض وطلعت لنا rhabditi form filari form صارت really أو يعني easy to spread. واضح فكل هاي الهايجين او البريفنشن اند كنترول فاكتور كلها تساعد في السيطره على الطفيلي. واضح يعني موضوع سهل جدا ما يحتاج له حتى يعني ممكن تقراه تفهمه. واضح واللي يريد يتوسع مثلا يفوت على اليوتيوب يكتب الطفيليات ويشوف الفيديوهات حركيه اكو مو بس هذا الطفيلي على كل الطفيليات. ممكن تكتب اسم الطفيلي باليوتيوب يطلع لك فيديو مثل الكرتوني حركي على على شرح على الطفيلي. اذا ما افتهمت بالمحاضره تفتهم بالفيديو يصير المحاضره عندك سهله جدا. واضح او هي ملخص يعني تشوف فيديو ملخص للطفيلي على اليوتيوب تفهمه مباشره سهله اذا كان عندك اي شيء صعوبه ب clinical science أو بالباثوجينيسيس أو باللايف سايكل مال البروفايل. واضح؟ نحن ما عم ناخذ كثير عم نمشي خلينا نقول على المحاضرتين مالنا ولكن المحاضرات هي بدت يعني تكثر. واضح؟ فهسه نحن بالمحاضرة الرابعة طفيليات بالمحاضرة الثالثة فيروسات فلازم أنت تقراها هاي المحاضرات مثل ما ذكرنا وتلخص حتى بالامتحان أكيدها حضوري. واضح؟ الامتحان فأنت تكون مستعد للامتحان. واضح؟ اكو سؤال؟ لا
أكو سؤال طلاب؟ واضحة؟ ما أعتقد بها شيء معقد حتى يعني ممكن يتوقف. ليش؟ يعني مقارنة بالفيروسات، الفيروسات تحتاج لشرح أكثر، تحتاج ل يعني مصطلحات تفهيم أكثر من 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 الطفيلية. واضح؟ سؤال أكو بعض الطلاب لو ماكو؟ واضحة لو ما واضحة؟ لا دكتور واضحة دكتور. بعد بس إذا يجاوبون كم واحد اللي ثلاثة أربعة إيش من ما واضح حتى نعيده. يعني أهم شيء مثل ما ذكرنا نحن التلخيص، يعني إذا نحن ما راح نلخص وما راح نختصر المحاضرة مالنا أكيد نحن ما راح يعني نسيطر على الوضع، يعني كثير من الطفيليات راح يعني عفك من الفيروسات راح تكون شوية متشابهة باللايف سايكل أو متشابهة بالتريتمنت أو متشابهة بالدياجنوزز أو متشابهة بال حتى بالكلينيكال ساينس. واضح؟ فأنت لازم تأخذ النقاط الرئيسية من ذاك الطفيلي تثبتها يمك، هي هاي اللي تجي. واضح؟ أوكي طلاب؟ أوكي مفهوم دكتور. واضح؟ بس خلينا نشعر اسمه رضا مهدي موجودي؟ واضحة؟ نعم دكتور موجودة واضحة. واضح خوش. الله كريم، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. وأنا يعني كل مرة أكمل المحاضرات راح أبعث لعبد الرحمن، عبد الرحمن يبعث الكمية حتى يعني اللي يريد يطبعها أو اللي يريد يستنسخها أو واضح. فأنا تب دائما أتواصل، لأن كل شوية واحد داخل لي على الخاص على التليجرام دكتور أريد المحاضرات موجودة ولا ما موجودة، أنا راح مباشرة بس أكملها يعني أبعثها عبد الرحمن وأنتم يبعث الكمية وأنتم تستنسخوها أو تطبعوها أو تخلوها عندكم على الديسكتوب. المهم أنتم المحاضرة تنفهم وتنقرين. واضح؟ وتتلخص. واضح؟ وإذا ماكو سؤال شكرا جزيلا، ومثل ما ذكرنا اللي عنده سؤال يخليه على المحاضرة القادمة. دكتور بس أنا بالحضور. إيه. الحضور وين عبد الرحمن أو زينب بنو موجود، يبعث لي هي على التليجرام. أوكي دكتور. وأنا هبعث لكم أسئلة عن الامتحان، يعني مثل نحن نعمل مو امتحان، يعني هنعطيكم أسئلة هم ببعث لكم هي على الموقع يعني على التليجرام، أبعث لعبد الرحمن وهو يبعث لكم هي وأنتم بعثوا لنا الجواب. واضح؟ يعني مشكلة الحضور مشكلة. واضح؟ اوكي بس ابعثوا لي الحضور ممثلين. شكرا جميعا. شكرا.